مرحبا بكم في قناة أطلانتس للعملات، قناة العملات القديمة والنادرة. لا تنسوا بالضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس الاشتراك حتى يصلكم كل جديد على قناتنا. 9 من أغلى عملات النيكل من جيفرسون والتي تزيد قيمتها عن 10,000 دولار. قد تبدو مثل العملات الأخرى من فئة النيكل في جيبك، ولكن هذه العملات النادرة والقيمة من فئة النيكل من جيفرسون تحتوي جميعها على شيء مميز للغاية. إذا كان لديك بضع عملات من فئة النيكل من جيفرسون في جيبك، فقم بإلقاء نظرة فاحصة عليها. عملة النيكل من جيفرسون المتداولة منذ عام 1938 هي شيء تراه في نقودك كل يوم، ومع ذلك فإن بعض الأمثلة تساوي أكثر من 5 سنتات. في الواقع تبلغ قيمة عملات النيكل من فئة جيفرسون الأكثر قيمة آلاف الدولارات. تعرف على كيفية اكتشاف هذه الكنوز حتى لا تضعها عن طريق الخطأ في عداد مواقف السيارات. 1. 1938 دي فولستجز. اعتماداً على السنة، قد يكون من النادر إلى حد ما أن تظهر عملة النيكل من فئة جيفرسون بوضوح جميع خطوات مونتيسيلو على الظهر. بالنسبة لإصدار السنة الأولى من هذه العملة، من الصعب جداً العثور على نسخة كاملة الخطوات بحالة شبه جديدة. مثال جيد جداً لعملة نيكل جيفرسون من عام 1938 من دار سك دنفر بيع بمبلغ 33,600 دولاراً في مزاد عام 2022. 2. مجموعة سك خاصة كاملة الخطوات من عام 1964. تشبه مجموعة سك خاصة SMS مجموعة إثبات مصنوعة بكميات صغيرة لاختبار القوالب وتوفير عملات معدنية جميلة لهواة الجمع. يوجد حوالي 20 إلى 50 فقط من عملات نيكل SMS لعام 1964، وهي ذات قيمة خاصة في حالة ممتازة وتظهر الخطوات الكاملة المونتيسيلو. بيعت واحدة مقابل 32,900 دولاراً في عام 2016. 3. مجموعة سك كاملة الخطوات من عام 1962. على الرغم من أن عملات نيكل جيفرسون لعام 1962 شائعة للغاية، فإن العدد الكبير الذي تم سكه يعني أن القوالب التي صنعتها أصبحت مهترئة. تعد العملات المعدنية المميزة ذات الخطوات الكاملة نادرة للغاية لهذا السبب، ومن غير الشائع جداً أن تبقى واحدة في حالة غير متداولة تقريباً. مثال بيع في عام 2013 مقابل 21,150 دولاراً. 4. 1939 دبل بمونتشيلو. إذا نظرت إلى الجانب الخلفي لبعض عملات النيكل جيفرسون لعام 1939، فقد تلاحظ وجود ختم مزدوج. يظهر هذا بشكل جيد بشكل خاص في كلمة مونتشيلو وفي 5 سنتس. بغض النظر عن حالة هذه العملات المعدنية، فإنها تميل إلى القيمة. في حالة قريبة من السك الغير المتداول، فهي نادرة للغاية، حيث بيعت واحدة مقابل 23,500 دولاراً في عام 2019. 5. 2000 بيتو هيدد نيكل. عندما يتم ضرب العملة مرتين ولكن يتم تدوير اللوح أو قطعة العملة بين الضرب المزدوج، فإن ذلك يخلق خطأً نادراً ومثيراً للاهتمام في الضرب. هذا غير شائع بشكل خاص مع الوجه الأمامي أو الوجه الآخر للعملة، ولا يوجد سوى مثال واحد معروف لحدوث هذا. عملة نيكل جيفرسون من عام 2000 تم ضربها في دار سك العملة في فيلادلفيا، وتتميز برأسين متداخلين، وتم بيعها مقابل 20,520 دولاراً في عام 2018. 6. علامة سك العملة المعاد طبعها 1964 دي. قد تحتاج إلى عدسة مكبرة لرؤية علامة سك العملة المعاد طبعها والمتداخلة دي فوق دي في بعض عملات نيكل جيفرسون من عام 1964 من دار سك العملة في دنفر. هذه العملات نادرة جداً،
حيث لا يعرف سوى 8 أمثلة، ومع ذلك فمن السهل جدا عدم ملاحظتها. يجدر النظر عن كثب إلى عملات نيكل 1964 دي في حالة حدوث أي طارئ، حيث بيعت واحدة بحالة جميلة مقابل 19,800 دولار في عام 2022. 7. عملة كاميو 1942 بي. في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين، كانت العملات المعدنية ذات النقش العميق نادرة جداً. تظهر نسخة عام 1942 من دار سك العملة في فيلادلفيا تبايناً استثنائياً وهي في شكل جميل. بيعت بمبلغ 14,100 دولار في عام 2014. 8. 1953 دي فولستكس. على الرغم من أن عملات النيكل لعام 1953 من دار سك دنفر ليست نادرة، إلا أن تلك التي تحتوي على درجات كاملة أقل شيوعاً. يصعب العثور على تلك التي تحتوي على درجات كاملة في حالة ممتازة، وتميل إلى جلب أسعار مرتفعة في المزاد. بيعت واحدة بمبلغ 15,275 دولاراً في عام 2016. 9. تسمى عملة النيكل جيفرسون 1964 بالنيكل المرآة. هذه العملة الغامضة بها خطأ في التكسير بالمرآة. في حين أن بعض عملات جيفرسون لعام 1964 هي عملات من فئة النيكل لقيمة المال الذي يستطيع الكثير من الناس تحمله، فهناك عملة غامضة تعد واحدة من أغلى عملات النيكل التي تم بيعها على الإطلاق على موقع إيباي. تم إنشاء عملة نيكل جيفرسون عام 1964 بتكسير بالمرآة، حيث تظهر رأساً على كلا الجانبين مع وجود مرآة في أحد الجانبين. تحول هذا الخطأ في الدار إلى واحدة من أكثر عملات النيكل المطلوبة والتي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. يقال إنها بيعت بمبلغ 1,150,000 دولار على موقع إيباي. ما الذي تبحث عنه في عملات نيكل جيفرسون؟ عملات نيكل جيفرسون موجودة منذ فترة طويلة، وهي موجودة في أي مبلغ من المال. ومع ذلك، يجدر بك إلقاء نظرة فاحصة عليها لمعرفة ما إذا كان لديك شيء قد يكون ذا قيمة. افحصها بحثاً عن العلامات التالية التي تدل على أنها عملة نادرة. التواريخ المبكرة. في مجموعة نيكل جيفرسون، غالباً ما تكون العملات المعدنية من عام 1938 إلى عام 1961 هي الأكثر قيمة. هذا لا يعني أن كل عملة من هذا العصر تساوي الكثير، لكن هذه التواريخ المبكرة هي نقطة بداية جيدة. درجات كاملة. تحتوي العديد من عملات نيكل جيفرسون الأكثر قيمة على درجات كاملة على مونتيسيلو، لذا أحضر عدسة مكبرة للتحقق. 5 درجات جيدة و6 أفضل. يجب أن تكون الدرجات واضحة قدر الإمكان.